السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة وفتاوى الناس. يا رب تكونوا بخير دايما وفي أحسن حال. أولادنا هم أغلى حاجة في حياتنا، طول الوقت إحنا بنبقى مشغولين إن إحنا نخليهم في أحسن حال، ننشأهم تنشئة طيبة، تنشئة كويسة، نهتم بتعليمهم، نهتم كمان بأنهم يمارسوا رياضة علشان جسمهم يكون في أحسن حال، بنهتم كمان إن إحنا نختار لهم الصحبة الصالحة، بنهتم تقريبا بكل شؤونهم. وعايز اقول احنا بنبقى عايشين علشانهم وعلشان نسعدهم. في ظل هذا الانشغال لابد من انشغال اخر، او لابد من اهتمام اخر، وهو الاهتمام بان احنا نبني علاقة اولادنا بخالقهم عز وجل، ان احنا ازاي نعلقهم بربنا عز وجل، ان احنا ازاي ننشأهم على طاعة ربنا عز وجل. وده بيبقى شغل شاغل للاباء والامهات، ولكن الكيفية اللي نعمل بيها ده، ازاي نرغب اولادنا في الطاعه، وازاي نحببهم في العبادات المختلفه، وامتى كمان نبدا في هذا الامر، ده محور حديثنا النهارده مع دكتور محمد عبد السميع امين الفتوى بدار الافتاء. اهلا بحضرتك دكتور محمد. اهلا بحضرتك يا دكتور مهند وبالساده المشاهدين جميعا. سعداء بهذا اللقاء، وموضوع مهم لانه متعلق باولادنا. نعم. وطول الوقت احنا بنبقى مشغولين انهم زي ما بقول كده يكونوا في احسن حال ويكونوا مرتاحين في حياتهم. نعم. ويكونوا ناجحين دنيا واخرة. نعم. امر الطاعة امر عظيم. وبعض الاباء والامهات في التعامل مع اولادهم او في حثهم لاولادهم على الطاعات المختلفة ممكن يبقى فيه خلل في بعض الاحيان بين انه انا عايزه يقرب من ربنا. لكن طيب انا بطلب منه الطاعة دي ازاي، او بحثه على الطاعة دي ازاي، هل بشكل يرغبه في هذه الطاعات ولا بشكل قد ينفره في بعض الأحيان على اعتبار أني بعامل طفل. نعم. فبداية كيف نظر الشرع لمسألة يعني حث الأطفال وحث الأولاد الصغيرين على الطاعات المختلفة؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. في الحقيقة هي حلقة مهمة جدا وموضوع في غاية الأهمية. وربنا سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فما ينشئ الوالدين عليه أولادهم فيما يتعلق بطاعة الله سبحانه وتعالى هو عبارة عن وقاية من التعرض لعقاب الله سبحانه وتعالى. العلماء يقولوا: وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. يعني الطفل اللي احنا عودناه من سن 5 سنين و6 سنين انه يصلي، انه يصوم، انه يدرك ان في خالق لهذا الكون، وان هذا الخالق كريم، وانه علاقته بالخالق ده لابد ان تكون ممتدة، وامتداد هذه العلاقة يكون عبر اليوم ب5 صلوات، وعبر السنة بشهر، وعبر فريضة الحج، وعبر الفرائض المتعددة. هذا هو الأصل. ثم ننشئه بعد ذلك على حب الصدقة، وعلى العطف على المساكين، وعلى رعاية الفقراء، وعلى كل الأداب التي أمر الله سبحانه وتعالى بها. ربما بعض الناس تظن أنه ده شأنه هيجي بعد البلوغ. لا. والأمر ليس كذلك. هذا يبدأ من بداية تمييز الطفل، لأنه لو بدأتش معاه بدري هو ما تدربش على هذا، هو ما تغرسش فيه. لازم هذه القيم والمبادئ والمسل العليا تغرس فيه في الصغر حتى قبل البلوغ. يعني دايما يقولوا التعليم في الصغر كالنقش على الحجر، والتعليم في الكبر كالرقم على الماء. هو كبر بقى عنده 12 سنة و13 سنة وأنا لسه ما علمتوش الصلاة، ربما احتاج مجهود كبير وربما ما يجيبش معايا نتيجة. فأبواب الفقه بنلاقي إشارة لمسألة الصبي المميز. فعايزين حضرتك برضو يعني تبسط لنا هذه المسألة لكل الآباء والأمهات، إيه الفرق بين الصبي المميز وبين الصبي أو الولد اللي بلغ بقى؟ هو ربنا سبحانه وتعالى التفرقة بينهم يعني. نعم. ربنا سبحانه وتعالى أمرنا على لسان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. نعم. الطفل له مرحلة في التمييز. ربما بعض علماء النفس يقولوا أنه بيبدأ يشعر ويعي من وهو في بطن أمه. نعم. وبعدين يبدأ يتولد فيبدأ يلاحظ كل الأقوال اللي بتتقال، ومن هنا تنشأ ملكاته اللغوية والكلمات اللي بيتعلمها. فلما بيسمع مننا وهو في سن 2 والـ3 الصلاة وبابا وماما، كل ده بينشأه بعد كده على انه ياخد القدوة. ينبغي ان احنا لما يوصل بقى ل7 سنين نبدأ نعلمه بقى ازاي نتوضى،
ازاي نصلي، ازاي نصوم، ازاي نحب الله سبحانه وتعالى، ازاي نحب سيدنا رسول الله، ازاي ربنا بيحبنا، ازاي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيحبنا. التمييز هنا معناه انه مدرك، نعم، انه خرج عن طور، انه لم يعد يفرق بين الاشياء، وبدا يدخل في سن انه بدا يميز الاشياء، يعرف يعني ايه صلاه، يعرف يعني ايه ركوع، يعرف يعني ايه سجود، يعرف يعني تسبيح، يعرف يعني ايه فقير، يعرف يعني وهكذا، يعرف يعني ايه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، يعرف يعني ايه رب العزه، ويبدا ذهنه يتحضر بهذه المعلومات ويبدا يسال اسئله. نعلمه كمان قصص الانبياء عشان يبدا بعد ذلك يكون على ذكر لهذه القصص وتكون مؤثرة في سلوكه. فهو ده اللي نبدأ معاه بمسألة التعود على الطاعات، سن سن التمييز. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مروا أولادكم بالصلاة لسبع. يعني هو قبل السبع أنا في مرحلة بلعبه، بعرفه بالقيم وبعرفه بالمبادئ، بس أنا لسه في كل المرحلة دي بعرض عليه، بشرح له. لكن أول ما يوصل لسن السبع أنا في الوقت ده ببدأ أأمره. الأمر هنا معناه إيه؟ معناه التدريب، معناه ان انا بعلمه، معناه ان انا اقول له لو صليت هديك مكافاه، لو ما صليتش هزعل منك. مش ارغام، مش ارغام. ولانه هو لم يكلف بعد، وهو لن يكلف الا بعد سن البلوغ الشرعي. ولذلك كل هذه المرحله مرحله تدريب، من سن السبع ربما ال 12 ربما الاكثر منها، احنا ما زلنا في مرحله التحبيب والتدريب. هل هذا التدريب دكتور محمد يتنافى مع مساله تقدير ما هو فيه من سن الطفولة؟ يعني أنا كده كأني بعتدي على طفولته أني أطلب منه بعض التكليفات الشرعية، أو أنه يقوم ببعض التكليفات الشرعية؟ في الحقيقة الموضوع ده يفرق فيه الأسلوب. يعني أنا لو ربيت ابني على القدوة، فبقوم أتوضى وأقول له تعالى أتوضى يا أحمد، وأقف جنبي وصلي، تعالى يا هند مثلا، وأقف جنبي وصلي، فدي قدوة. لو هو شايفني كل ما يأذن الأذان بقوم أتوضى وأصلي، مرة هجيبه ويقف جنبي، ومرة هيشوفني من بعيد ومش أمره بهذا، فهذا ليس فيه إرغام، بالعكس ده فيه تحبيب. لما أديله مكافأة، لما أفهمه حقيقة الصلاة ومعناها، كل هذا تشجيع وتحبيب وليس إرغام. أنا مش بضربه على الصلاة وهو في السن الصغير، ولا بضربه بالمناسبة وهو في السن الكبير. أنا علاقتي بيه كلها علاقة تشويق وتحبيب وتدريب وقدوة. فأنا بنشأه على أنه عظمة الصلاة، أهمية الصلاة، أهمية الصيام، أثر الصلاة في سلوك الإنسان. لما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمس مرات هل يبقى من درنه شيء؟ أفهموا أن الصلاة دي بتمحو ذنوبه ومعاصيه، أفهموا أن الصلاة دي أهم موضوع. سيدنا النبي يقول إن الصلاة أهم موضوع، أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة. كل هذه القيم أنا بغرسها فيه غرسا وهو صغير، بالتشجيع وبالتحفيز وبالمكافأة، وبأنه لما ما يصليش أقوله أنا زعلان منك، أنا كده مخصمك عشان أنت ما عملتش الأوامر اللي ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بها، وأوامر الله بالنسبة لك أهم من أوامري أنا شخصيا. فنشئه على أنه في علاقة أقوى بينه وبين الله من علاقته بأبوه وأمه، وأن ربنا سبحانه وتعالى هو الحامي له والحافظ له والراعي له. فينشأ من هذا التربية ومن هذا التوجيه على حب الله سبحانه وتعالى والتعلق به وحده. ده مجهود كبير وبياخد زمن طويل، ومحتاج أدوات وآليات. أنا مش بضربه ومش بنهره زي ما بنشوف بعض الأساليب، لأن هذا غير مناسب للطفولة، وربما يؤدي لسلوك عكسي. ومش بمنعه من أنه يستمتع بطفولته، بالعكس، ده أنا بخليه يصلي كمتعة، بوديه مكان يعلمه الصلاة ومع زمايله ويلعبوا، ونص الصلاة لعب ونص الصلاة صلاة في البداية. ولما بشوفه بيلعب في صلاة بقول له ما يصحش، مراعاة لسنه والفهمه هو. ولما بشوفه بيلعب في صلاة ما بنهروش، براعي ان هو لسه صغير مش مستوعب، لكن بدربه بقول له لا، ده ما ينفعش نعمل كده في الصلاة، عشان الصلاة دي هي علاقة بين العبد وربه، وانت واقف قدام ربنا تحب ربنا يشوفك بتلعب وهكذا. الله. طيب اب وامه بيتفرجوا علينا دلوقتي، يقولوا حضرتك والله طيب طريقة الترغيب دي انا يعني حاولت اقوم بها مع ابني لكن مش حاسس باستجابة، مش محافظ على الصلوات، هل ده امر صحي؟ علشان بعض الاباء والامهات بيتحرجوا من هذه الامور، يقول لك لا الولد برضو كل ما اجي اقول له الاقيه بيفلت مني ساعات، مش محافظ على الصلوات. هل ده امر صحي ان الولد يعني ما يبقاش محافظ بالشكل اللي انا فاهمه او اللي انا عايزه؟ طبعا مراعاة لسنه. هو امر طبيعي.
سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ربنا سبحانه وتعالى أنزل عليه في القرآن: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. نعم. ما قالوش اصبر. كلمة اصطبر في اصطلاح علماء التفسير أكبر في الحروف من كلمة اصبر. نعم. والزيادة في المبنى تدل على الزيادة في المعنى. يعني كأن الله سبحانه وتعالى يقول لسيدنا النبي: أمر أهلك، أهلك فيهم أولادك وفيهم زوجاتك، بالصلاة مرة واثنين وثلاثة واربعة ومية وألف ولا تمل. خدنا ده منين؟ من كلمة واصطبر. يبقى إذن وارد جدا وطبيعي جدا أن الولد تغلب عليه الرغبة في اللعب، ويكره التكليف بالصلاة، ويكره أنه يبقى عنده إلزام، خصوصا خمس مرات في اليوم والليلة، خصوصا في أوقات معينة هو عايز ينام، في أوقات معينة هو عايز يتفرج على التلفزيون، وفي أوقات معينة هو عايز يلعب. لكن لابد من الاستمرار. مع الاستمرار تتحول هذه الصلاة إلى عادة ولا يستطيع أن يخرج عنها. يعني ينبغي على الأب والأم إن هم يكونوا طويلي النفس، الله ما يرجعوش من أول هتة كده، ومن أول يعني رغبة من الأولاد في إن هم يلعبوا، ويعملوا له جدول، ويعملوا له مكافأة على الجدول، ووسائل متعددة تخليه الصلاة تدخل في قلبه في أعماق الشعور. إحنا ليه دلوقتي أحيانا نقابل حد فنقول له أنت ما بتصليش؟ يقول ما بصليش، وهو راجل كبير. فلما نتكلم معاه ونستفصل نجد انه ما تعودش على الصلاة من صغره. لما واحد نقابله برضه لقيه كبير وما بيصومش. لما نبحث برضه معاه ونستفصل نلاقي ان ابوه وامه ما عودوهوش على الصيام من صغره. وبالمقابل اللي تعود على الصلاة من طفولته، من سن الخامسة والسادسة والسابعة وكذلك الصيام، لا يستطيع ان يعيش بغير صيام. الله. لا يستطيع أن يعيش بغير صيام، لا يستطيع أن يعيش بغير صلاة. وده يؤكد خطورة ما نتحدث فيه طبعًا. دلوقتي إن دورك اللي بتقوم بيه مع أولادك هو ده اللي يعني هيصنع حياتهم القادمة، وهو ده اللي هينفعك، لأن أولادنا هم امتدادنا الطبيعي. نعم. ربنا سبحانه وتعالى يقول: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. نعم. وما ألتناهم من عملهم من شيء. يعني تخيل حضرتك إحنا بنعيش ما بين 50 60 70 سنة، سيدنا النبي يقول كده: أعمار أمتي ما بين 60 و70، لكن بإمكانك يمتد عمرك لمئات السنين. الله. لأن ولدك هو من عملك، وحفيدك هو من عملك، وحفيد ولدك هو من عملك. فيمكن لعملك أن يتسلسل في بعد انتهاء عمرك آلاف السنين بالذرية الصالحة. نعم. التي تمتد وتسير على النهج اللي انت ربيت عليهم الأب الأول. لأن ابنك ده هو اللي هيبقى بعد كده جد، وهو اللي هي بعد كده عنده أحفاد، وهكذا وهكذا وهكذا. فلو أحسنت في هذا أحسنت في ما سيأتي كله. حضرتك أشرت لحديث النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم فيه عن أن احنا نعلم أولادنا الصلاة 7 سنين والضرب فيه 10 سنوات. والحقيقة ده بيحصل فيه لبس لدى البعض في مسألة الضرب وفهمهم لعملية الضرب دي. ايه المقصود في الحديث؟ هو سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد عنه في حديث عمرو بن شعيب انه قال: علموا اولادكم الصلاه 7، واضربوهم عليها 10، وفرقوا بينهم في المضاجع. العلماء لما جم يدرسوا الحديث وجدوا ان الحديث ده فيه ضعف. لان عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده، جد عمرو بن شعيب ده جده لامه ولا لابيه؟ فيهم واحد ضعيف. فهنا وقعت جهاله في الراوي، فوقوع الجهاله في الراوي يجعل الحديث فيه ضعف. نعم. طيب نيجي ندرس بقى الحديث دراسة دراية، دي رواية. نعم. دراية بقى يعني المعاني اللي جواه بيقول ايه الحديث. فوجدنا العلماء بيقولوا مش مناسب ابدا انه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا بضرب الاولاد في سن العاشرة وهم لم يبلغوا الحلم. نعم. وليس التكليف بالصلاة واجب عليهم، هو هيبقى واجب عليه التكليف لما يبلغ الحلم. نعم. طب اللي عنده 10 سنين لسه ما بلغش الحلم. نعم. طيب امتى هيبلغ الحلم؟ لما يوصل لسن ال 12 او ال 14 او كذا. ووجدوا انه الاصل في الذي اقل من سن البلوغ انه غير مكلف اصلا. نعم. لانه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يقول: رفع القلم عن 3، عن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ. فهو في هذه المرحله مش بالغ، وبالتالي هو مش مكلف، فكيف يضرب على شيء لم يكلف به؟ نعم. فجمهور كثير من علماء وشراح الحديث قالوا ان المقصود هنا بالحديث فكره ان انا اظهر له الغضب. نعم. فاقول له يعني انا زعلان منك، ما يصحش تعمل كده. لما يوصل من 7 وانا بدربه من 7 لغايه ما وصل ل10، وبعدين بقول له في 10 فهو ما زال متكاسل، فانا انتهج مع نهج اخر، وهو ان انا ابين له غضبي. ده ملمح مهم قوي لحضرتك ذكرته دكتور محمد، لأن بعض حتى الآباء والأمهات اللي يعني بيتعرضوا لهذا القول
ممكن هو يكون لسه في 10 سنين ده هو لسه بيقول له ويقول لك لا انا هضربه بقى لان هو مش راضي يعني يسمع الكلام. طب انت بدات من 7 زي ما النبي صلى الله عليه وسلم وصى مثلا على اعتبار ان الحديث يعني صحيح زي ما حضرتك اشرت. فانت بدات معاه من 7 بتدرب وبتعلم وبتصبر وبتاخد بايده وبعدين بقى بتفكر في مساله الضرب. ربما فكلنا ربما لا نعم. حتى هو لما يوصل لسن ال10 هو ليس بمكلف نعم، وبالتالي ما ينفعش تنهره مش تضربه نعم على شيء هو مش مكلف بيه. لكن ينبغي ان انت تظهر له انك غضبان من عدم صلاته. لكن ما فيش حاجه اسمها ضرب خالص، دي غير وارده. ما فيش ضرب في شرح العلماء للحديث نعم، المستشهد بكلامه. ما حدش يجي يقول لا اصل النبي قال لنا نضرب ولادنا عشان ما بيصلوش، ما فيش حاجه اسمها هذا كده. المنهج منهج التعنيف والضرب غير نعم مجدي نعم، واثبت علماء النفس انه غير مجدي نعم. لكن اظهار الضجر واظهار عدم الرضا هو المقصود بالحديث عند شراح الحديث نعم. فأنا أقول إنه هذا المنهج يعني هذه الطريقة غير لائقة، يعني أنا زعلان منك أنا مخصمك كده، هذا هو المقصود بالحديث. لكن لا أضربه لأنه غير مكلف نعم، ولأنه لا يكلف ولا يضرب حتى إلا بعد التكليف. حتى لما يبقى مكلف فضري معه النصح نعم والتوجيه وليس الضرب والتعنيف نعم. ربنا يهدي أولادنا جميعا نعم ويجعلهم في أحسن حال. نروح لفاصل ونرجع نكمل، خليكم معنا. اهلا وسهلا بحضراتكم مره تانية، ومعانا عائشه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا استاذ مهنا؟ ازي حضرتك، عامله ايه؟ كل سنه وانت طيب يا وحضرتك طيبه. اهلا وسهلا بيكي. وطبعا بنلقي السلام على الدكتور محمد عبد السميع. السلام عليكم يا دكتور. وعليكم السلام يا استاذه، اهلا استاذه عائشه. والله يا دكتور محمد انا عندي ابني اصغر واحد عنده 28 سنه، وهو صغير من لغايه ما خلص ثانويه عامه ويصلي ويروح الجامع، وانا كنت باخده معايا الجامع والكلام ده صغير، ولما كنت اقول له يا ابني لو ما صليتش ازعل منك يعيط ويزعل ويقول معلش يا ماما ما تزعليش. دلوقتي ما خلص جامعه، دخل من ساعه ما دخل الجامعه لغايه ما خلص الجامعه والجيش اضطر تقطيع تقطيع. يا ابني صلي. انا تعبان، انا جاي من شغلي تعبان. يا ابني الله يهديك، صلي يا اللي تفتح لك باب رزق ويا اللي تهدي لك حالك، سيبيني في حالي. لغايه لسه من فتره قريبه من يومين تقريبا بقول له يا ابني الفجر ده نقوم صلي، قال لي طب انا اي ما اصلي راح خبط دماغه في الحيط وقال لي بعيد عني. والوضع ده مضايقني جدا. وبعد كده جه يتاسف ومعلش يا ماما انا ببقى زهقان، انا مش عارفه اعمل معاه ايه يا دكتور، انا خايف ربنا يحاسبني عليه. حاضر.
ربنا يهدي يا رب ويهدينا جميعا. ودكتور محمد ان شاء الله يوجه له النصيحه، يوجه لحضرتك كمان النصيحه ازاي نتعامل معاه. معانا محمد، سلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا استاذ الغالي والشيخ، منورين الدنيا والله. يا ربنا يبارك في حضرتك. اهلا وسهلا بيك. الله يخليك يا رب. السؤال اللي انا ان شاء الله، حكم الشتيمه في الاعداد العرفيه. انا عندي قعده عرفيه يوم الجمعه، تمام؟ واحد صاحبي شتمني بشتيمه اساءه الام والاب، تمام؟ فانا كنت عايز اعرف حكم الدين يعني قبل ما اقعد في القعده، او عشان ما اتظلمش فيها. انا ما غلطتش فيه خالص، تمام؟ بس هو سبني وكده، فانا ما عايز اعرف الحكم ايه. ليك سؤال تاني؟ لا شكرا جدا. ربنا يصلح لك الاحوال يا رب، نشكرك شكرا جزيلا. نرجع لسؤال الحاجة عائشة، بتقول يعني ابنها مغلبها شوية دكتور محمد، تقول أنا علمته وهو صغير، وكنت يعني بحثه على الصلاة، وكان هو بيحافظ لكن دلوقتي بيقطع. وأشعر كده في سؤالها بأن في فجوة شوية في مسألة أنا بأمره إزاي وهو كيف يستجيب أو كيف يتعامل مع هذا الأمر. حضرتك توجههم بإيه؟ هو الحقيقة يعني ملمح مهم في سؤال الأستاذة عائشة، إنها بتقول إن هي لما كانت بتقول له وهو صغير أنا زعلانة منك كان بيغضب جدا ويزعل إن هي زعلانة منه، يقول لها ماما طب أنا آسف، طب أنا هصلي. والملمح ده مازال مستمر معاه في شخصيته حتى بعد 28 سنة. فلما بتقول له قوم صلي الفجر وهو ما بيقومش يصلي، بيرجع برضه يعتذر لها، يقول لها معلش يا ماما أنا كنت تعبان جدا مش قادر أقوم. الملمح ده بيخلينا نقول إيه؟ أحيانا بعض الآباء والأمهات بيبقوا شديدي القسوة على أبنائهم، مش بقول على أستاذ عائشة طبعا، نعم عموما، لكن على العموم بيبقوا شديد القسوة على أبنائهم في الأمر بالعبادات، فده ربما يخليهم ينفروا من الصلوات والعبادات. ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بالحكمة، وقال جل في علا ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. الحكمة دي تيجي منين؟ من العلم الشرعي. العلم الشرعي بيقول إن إيقاظ النائم للصلاة مستحب وليس واجب. فأنا دلوقتي ابني نايم والفجر أذن، أقوم أقول له يا حبيبي قوم صلي عشان الفجر أذن، فقال لي حاضر خلاص أنا عملت اللي عليا كده. طب هو نام، ما هو القلم مرفوع عليه طول ما هو نائم، ما احنا لسه قايلين إن سيدنا النبي بيقول رفع القلم عن النائم حتى يستيقظ. طيب إمتى يتوجه له التكليف الشرعي بالصلاة؟ لما يستيقظ. طب هو نام الساعة 3 مثلا، فما صحيش إلا الساعة 10، نقوم نقول له بقى قوم صلي بعد ما الساعة 10 جت، قوم صلي أول ما يقوم من النوم. لكن هو لما جه الفجر أذن الساعة 4:30، أنا قلت له قوم يا حبيبي صلي، وأنا كده قمت بالدور اللي عليا. طيب الفكرة هنا إيه؟ طريقة توصيل التوجيه الديني. يعني يا حاجة عائشة واحدة واحدة عليه، ده ابنك متدين وبيحب الصلاة. حتى هو في السن ده دكتور محمد أنا قلقان عليه، ده 28 سنة. هي بقى الفكرة هنا إيه؟ أنا دوري معاه بعد ما كبر سنه وربيته على حب الصلاة، إن أنا أظل أوجهه. ربما يقصر، مفيش مانع، ما كلنا مقصرين، لكن مع حسن التوجيه وحسن الإرشاد وحسن الكلام، حبيبي صلي عشان الصلاة عماد الدين، يا حبيبي ما تضيعش الصلاة، ربنا سبحانه وتعالى زي ما هي بتقول كده هيفتح لك أبواب الرزق بس برفق. دايما يقولوا العلماء إنه مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لها قواعد، أهم قاعدة منهم إنها تؤدي إلى ثمرة. ما أنا ممكن أروح أقول لابني يا أخي ده أنت كافر، في ستات وأباء وأمهات بيقول لهم كده، ويقول لنا في دار الإفتاء يقول لنا أقول له يا مولانا إن هو كافر ده ما بيصليش. طب أنا عمري ما هقول له كده طبعا. فأقول له يا حبيبي صلي عشان بابا وماما بيحبوا لك، إنك تبقى دايما من الناجين، لأن الصلاة عماد الدين، وهكذا. يعني إذن الفكرة هنا كيف أوجه أولادي، كيف أشجعهم على الصلاة، كيف أحببهم في الصلاة. طب إن قصروا يستدركوا بعد ذلك، لكن لا ينبغي أن يكون هناك عنف في التوجيه ولا تشفي. أحيانا الآباء والأمهات يتشفوا في أولادهم، شفت حصل لك إيه عشان أنت ما بتصليش مثلا، عشان أنت ما بتعملش بالضبط، أو يقول له مثلا أنت واجب عليك تطيع أبوك وأمك، أنت لو ما قطعتش أبوك وأمك هتخش النار. أيوه هو فعلا واجب عليه إطاعة أبوه وأمه، بس في طريقة حضرتك توجهها له عشان يكون أكثر قبولا. إحنا هدفنا ننجيهم من النار مش نوقعهم في النار. المستفتي دايما يجي لنا مستفتين في دار الإفتاء يقول لي قول له ان هو يخش النار. لا انا مش اقول له كده، انا اقول له يا حبيبي اعمل كذا كذا، اسمع فرق بين اسلوب واسلوب. بالظبط كده، احيانا الاسلوب ده بيجيب ازمه نفسيه يا الله عند الاولاد. نعم. الاسلوب الامر بدون اي نوع من انواع التوجيه اللي فيه رحمه او فيه شرح الحكمه بيخلي الاولاد تاخد سلوك عكسي. ويكره السلطه لان هو شايف ان والده ووالدته سلطه عليه.
فيكرههم ويكره السلطة ويأخذ الطريق العكسي. ورأيناها بأعيننا، رأينا الأولاد اللي كان أبوهم وأمهم بيربوهم على حب الصلاة، بدأ عمرهم كله بيحبوا الصلاة، مش هيسيب الصلاة لأنه خلاص تعلق بيها أحبها. لكن الأولاد اللي أبوهم وأمهم بيضربوهم باستمرار على الصلاة، أول ما كبروا ما بقوش يصلوا ولا عايزين يصلوا. إذن الفكرة هنا هي حسن التربية وحسن التوجيه وحسن الأخذ بيد أبنائنا نحو العبادة، بلاش نخنقهم. ربنا سبحانه وتعالى رحيم كريم، هو تعبان دلوقتي نسيبه ينام وبعد ما يصحى نقول له يصلي، طالما هو بيحافظ على الصلاة فإحنا مش طالبين منه غير كده، وهكذا. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليه. معنا شيماء، سلام عليكم. الله يفتح عليك. ألو. ألو. أيوة أستاذة شيماء، أهلا بيك. أهلا بحضرتك، إزي حضرتك؟ الحمد لله بخير، أهلا بيك. كنت عايزة أسأل حضرتك الشيخ سؤال بس. تفضلي يا أستاذة شيماء. بس حضرتك الشيخ، أنا والدتي تعرف واحد على أبوي، وأنا سمعتها وهي بتتكلم معاه، وأنا مش عارفة أعمل إيه، أقول لأبويا أو أواجهها بكده أو مش عارفة أعمل إيه. حاضر، أشكرك يا أستاذة شيماء، شرفتينا. معنا فاطمة، سلام عليكم. أهلا، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بص هارك، أنا كلمتكم قبل كده، بس أنا عندي ثلاث أسئلة لو سمحت واستحملوني وأنا بتكلم معلش. اتفضلي، تحت أمرك. بص هارك، أنا بنتي اتوفت في آخر رمضان، ماشي، وكلنا كنا شاكين إن كان اليوم دوت إن هو ليلة القدر، وهي اتوفت في حادثة وحشة جدا. يعني الحمد لله. بس أنا بعمل كل حاجة، بعمل كل حاجة، صدقات وبنقرا لها سورة ياسين، بقرا لها سورة ياسين كل يوم، وكل ما احلم بيها بتجيلي وهي كويسه وهي بتضحك، بس انا قلبي بيتقطع عليها ووحشتني جدا، وعايزه اي حاجه تهديني، عايزه الشيخ يقول اي حاجه تهديني من ناحيتها. حاضر. هي كانت في ثالثه ثانوي، والمفروض ان هي يعني كزي ما كله النهارده كده مستني نتيجه عياله، وانا مستنيه شهاده وفاه. ماشي، ربنا يربط على قلبك يا رب. يا رب ربنا يربط على قلبك. هي ده اول سؤال، انا عايزه بس اي حاجه تريحني من بنتي، اعرف ان بنتي كويسه، اعمل ايه عشان تبقى كويسه، اعمل ايه عشان تبقى مبسوطه. وهي كانت في اخر ايام الحمد لله كانت بتصلي، يعني في اخر رمضان ده كانت كويسه جدا بينها وبين ربنا، انا كنت شايفاها كانت عامله ازاي. الحمد لله، الحمد لله، شيء الحمد لله. فانا دلوقتي ادي اول سؤال. ثاني سؤال، انا في مصر هنا، وكل ما بنزل البلد عند القبر بتاعها، انا يعني لو قاعده اسبوع في البلد بنزل اقعد عندها كل يوم، يعني كل يوم كل يوم كل يوم، مش بعيط ومش بعمل حاجه، انا بقعد اقرا قران وبقعد اعمل كل حاجه كويسه ربنا بيقول عليها. في ناس كتير قالوا لي ان كده غلط، ان هي بتتضايق من قعدتي ان انا بروح اقعد عندها كل يوم. تمام. سؤالك الثالث. انا دلوقتي اللي هو خبطها اللي هي كانت في حادثه دي، دلوقتي المفروض ان في تعويض، انا مش عايزه منه حاجه. انا مسامحاه لانه طبعا هو اكيد مش قاصد ان هو يؤذيها لانه ما يعرفهاش. ايوه. هو دلوقتي الراجل اللي اتحكم عليه بثلاث سنين واتحكم عليه، فانا مش عايزه، انا كده كده هنتنازل له، بس هل هي كده تبقى زعلانه تقول ان مثلا ما خدتش حقها؟ حاضر. بس انا عايزه حضرتك تجاوبني على دولت، والنبي تدعوا لي، ادعوا لي ان ربنا يصبرك يا رب ويربط على قلبك، وان شاء الله دكتور محمد يوجه لحضرتك النصيحه، ربنا يطمنك عليها. معنا سعيد، سلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. اهلا وسهلا. اهلا بك يا باشا، اتفضل، تحت امرك سؤالك. دلوقتي حضرتك عايز اعرف حكم اللي بينام عن صلاه الفجر، اللي هو مش متعود ان هو يقوم، يعني حتى الشيخ انا كنت قاعد بسمعه دلوقتي فقال رفع القلم عن ثلاث منهم النام حتى يستيقظ. ايوه. دلوقتي لو انا نايم عن صلاه الفجر، لما خدتش بالاسباب مثلا ولا ظبطت النبه ولا حاجه وسايبها كده بالبركه، هل مرفوع عني القلم؟ حاضر، ليك سؤال ثاني؟ يعني حضرتك انا وصل السؤال، وصل سؤالك الثاني ايه؟ السؤال الثاني يا حضرتك يا شيخ، هو الزميل بيطلع معاك في الشاشه برضه امين الفتوى، فانا سمعتها كنت عارف الحكم، فهو لما قال الحته ديت اتزولت بصراحه، بخصوص حكم سلام الرجل على المراه الاجنبيه اللي مش محارم، وذكرت مساله فخ لها، بس انا اعرف ان فيه عيد، والنبي قال لان يطعن في راس احدكم بمخف من حديد خير له من ان يمس امراه لا تحل له. حاضر، دكتور محمد يوجه حضرتك ان شاء الله باذن الله ويقول لك الحكم الشرعي في هذه المساله. نشكرك شكرا جزيلا، شرفتنا. نرجع لسؤال محمد، بيقول عنده قاعدة عرفية بسبب واحد أساء إليه، سب وشتم وكده، فبيقول لحضرتك يعني نظرة الشرع لهذه الإساءة. طبعا الشرع يحرم الإساءة ويحرم الشتم طبعا، وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد عنه في الحديث لم يكن سبابا ولا لعانا ولا فاحشا ولا بذيء، لكن الشتمة دي تختلف. يعني لما واحد يقول لواحد كلمة
يعني مثلا البعيد انت ما بتفهمش غير لما يقول له شتمه باب وامه وهكذا او فيها قذف او في قذف. نعم. فدي تختلف عن دي. طيب الحكم ايه؟ الحكم لمثل هذه الامور بتخضع للعادات والتقاليد. هل ده شيء مستبشع عندنا؟ لو انه في قذف فدي حكم شرعي. نعم. يعني لو قذفوا بانه اتهم امه فيه بالزنا مثلا. نعم. فدي قضيه ترفع عند القاضي والقاضي يحقق فيها وربما ياخد له غرامه او ياخد سجن او ما شابه. هم عاملين قاعده كده يعني حد كبير هيقعد يصلح ما بينهم. فحضرتك توجهه بايه في هذه فالقعده دي؟ الناس اللي المفروض قاعدين لابد ان يكونوا مدركين احكام الشريعه. نعم. وفي الغالب بيحكموا بغرامه على الشخص الذي سب الشخص الاخر لانه انتقص من حقه ولانه اهدر كرامته ولانه اساء اليه، فبيحكموا له بالطرديه وربما حكموا بالغرامه. مثل هذه الاشياء طبعا احنا لا نفتي فيها بالحل ولا بالحرمه حتى تاتي الينا في دار الافتاء. نعم. لكن لو انه الطرف الاخر قبل انه قال انا فعلا اخطات وانا بعتذر وانا مستعد لاي طرديه مناسبه، فالامر مبني على القبول. وحضرتك اشرت لو اختلفوا. نعم. فلازم يرجعوا لدار الافتاء لدراسه الموقف وازاي تمت الاساءه، وعندنا لجنه مختصه بتقوم بحل المشكلات اللي من النوع ده. وده اولى، لان حضرتك كمان اشرت لنقطه مهمه ان مين اللي هنلجا له. ممكن في بعض الاحيان احنا نكون مثلا ما قاعدين حد عشان يحكم ما بيننا وهو غير اهل لده. صح. فممكن ينحاز لطرف او يعني يوجه الامور في سياق غير او منضبط. يكون. نعم. ليس لديه الفقه الكافي. نعم. في الحكم في مثل هذه المسألة. فالافضل في هذه المساله يتوجهوا لحضراتكم في دار الافتاء ويقعدوا. لو اختلفوا. لو اختلفوا في هذه لكن المسألة. لو توافقوا ورضوا ورضي الطرف الاخر بانه يغرم او يعتذر فالحمد لله. ربنا يصلح لهم الحال يا رب. معنا سحر. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايه والله انا مش فاكره اخر مره طلعت زكاه البال انت، يعني انا كان عندي ارض وبعتها فبقى عندي مبلغ من المال. فهذا المبلغ طبعا انا عارفه انه لما بيحول عليه الحول وما بتخدموش او كده، فطبعا حطيته عملت بيه شهاده في البنك، فكان اللي بيطلع منها اشتريت عقار كده وبعدين بدفع من اللي بيطلع من الشهاده الاقساط. ايوه. خلاص وقعدت اصرف من الإيراد بتاع الشهادة، وبعدين جيت طلقت فما كانش عندي معاش فكنت بصرف منها. لما بقى عندي معاش والدتي دلوقتي برضو اللي بيطلع من الشهادة بيروح لسه في أقساط العقار. أنا مش فاكرة أنا طلعت الزكاة بقى آخر مرة إمتى. زكاة المال أنا آخر مرة فقعدت قلت إيه، طيب أنا كان عندي المبلغ الفلاني العقار ده. طيب بيت انت قاعده فيه مثلا، يعني العقار ده ايه؟ لا 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 ده لسه ده شاليه وعليه اقساط. تمام. سالت حاجه دكتور محمد؟ لا. بيستنفذ مني الفايده اللي طالعه من الشهاده بتروح في الاقساط ويا دوب الامور المعيشيه. بالضبط. وصل سؤال حضرتك ودكتور محمد ان شاء الله يوجه حضرتك. شكرا جزيلا. معانا كوثر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ورحمه الله. جزاكم الله كل خير علينا. اولا ثانيا بس عايز اسال حضرتك كذا سؤال. السؤال الاول، هل لو انا زعلانه من حد بس انا بيني وبينه صله رحم، هل اكلمه واللي في قلبي ده يحكم بيه ربنا ولا انا كده ادخل في النفاق؟ السؤال الثاني، انا ارمله وباخد معاش، هل يجوز ان انا اساعد من المساعدات والمعاش دوت في معاش في علاج والدي ووالدتي؟ هم محتاجين علاجات كتير. انا مش شغاله، انا ما املكش حاجه غير المعاش والفلوس دي، هل يجوز اساعد منهم؟ المعاش ده لحضرتك انت بس؟ تكافل وكرامه. ايوه اقصد طالع ليك انت ولبنتك صح كده؟ اه فانت ينفع تطلعي منه تساعدي بيه والدك ووالدتك ولا لا؟ دكتور محمد يوجه حضرتك. ماشي. اخر سؤال معلش. اتفضلي. انا احنا قاعدين مع بابا وماما، انا وبنتي، انا ارمله ومعايا بنتي يعني وكده. هل يجوز بابايا اوقات بيفضل بنتي بحاجات بسيطه كده، يعني بيفضلها بفلوس اكتر من باقي الاحفاد او حاجه، هل هو عليه حرمه في كده؟ لان هما بيقولوا لازم تعامل كله زي بعضه، هو احنا قاعدين معاهم. حاضر. دكتور محمد يوجه الحركة نصيحة. بنشكرك شكرا جزيلا، شرفتينا. طيب شيماء يعني بتقول حاجة الصراحة غاية في الخطورة يا دكتور محمد، والحقيقة يعني حضرتك برضو لو توجه لها النصيحة فيها. بتقول أنا حاسة أن والدتي تعرف حد على والدي،
ففي مثل هذه الامور مساله ان احنا نطلق هكذا او نتكلم بهذا السياق، حضرتك تنصحنا بايه؟ هي بتقول يعني انها شكه في وجود علاقه ما بين امها وعمها. نعم. وسؤالها في جهتين، الجهه الاولى هل يجب ان انا اروح اقول لابي؟ ايوه. والاجابه عليها لا، ما يجبش. الاصل في الشريعه الستر. لما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم جاله واحد وقال له انا رايت فلان يفعل فاحشه على قارعه الطريق. نعم. فسيدنا النبي قال له هلا سترته بثوبك؟ يعني لا ينبغي للمسلم ان يبادر بفتح الناس، خصوصا لما يكونوا الناس دي امه وابوه. نعم. طيب امال يعمل ايه؟ يعني يجب عليها انها تكلم امها وتقعد معاها وتبين لها انها قلبها عليها، ولعل وعسى تكون هي فاهمه غلط ممكن مثلا. نعم. وان السلوك اللي هي شايفاه ده سلوك غير صحيح. نعم. ربما تكون هي فاهمه غلط زي ما حضرتك بتقول، فوالدتها توضح لها. نعم. ربما تكون يعني امها بتعمل حاجه غلط فعلا ومش قادره تاخد بالها، او نعم. او يعني زي السكينه سرقاها كده. صح. فلما بنتها توجهها ده يكون في سبب فيه انها تمتنع عن ذلك. ايه تاني؟ برضو ليها دور تاني مع الناس اللي والدتها بتحترمهم وبتقدرهم. نعم. من غير ما يسببوا لها نوع من انواع كشف الستر وهتك الستر عنها. نعم. يعني مثلا جدتها موجوده ووالدتها بتسمع كلام جدتها، ما تقولش لجدتها الاتهام. نعم. لكن تقول لجدتها انا عايزه ماما تهتم ببابا شويه، انا حاسه انها مقصره في حق بابا، انا بشوف مثلا ان هي بتكلم فلان وكذا وده ربما لا يليق بيها. يبقى هي بتجيب معاون ومساند لها يدعم مساله صلاحها للام من غير ما تفشي سرها ومن غير ما تسبب قطيعه في العيله ومن غير ما تسبب مشكله كبيره. ده النصح اللي نقدر نوجهه للأستاذ. ربنا يصلح لهم الأحوال يا رب. نروح لفاصل ونرجع نكمل، خليكم معنا. اهلا بحضراتكم مره تانية، وكان معانا اكتر من سؤال يا دكتور محمد من قبل الفاصل. فاطمه كانت يعني بتسال عن بنتها وهي الحقيقه مكلومه، يعني طبعا تقول بنتها توفيت في اخر رمضان اللي فات، وحاسه يعني قلبها بيتقطع عليها، وبتقول يعني نفسي حضرتك تقول لي اي حاجه اتصبر بيها. اولا نحن نعزيها في وفاه بنتها ونشعر بمصابها، وربنا سبحانه وتعالى ينزل السكينه على قلبها. امين. ثانيا نحن نطمئنها بأنه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنه من مات بهدم فهو شهيد. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحريق شهيد والغريق شهيد والمطعون شهيد والمبطون شهيد والهدم. الهدم اللي وقع عليه بناء، وفي حكمه من حدث معه حادثة. فبنتك الكريمة إن شاء الله لها عند الله سبحانه وتعالى ثواب شهيد. الله. فلا تحزني عليها. الله. يعني هي ليس بينها وبين الجنة إلا خروج الروح من الجسد. الله. فهي قاعدة دلوقتي في الجنة مستنياكي فاطمئني، وستكون شفيعة لك يوم القيامة إن شاء الله. فدي تاني رسالة نوجهها لها. تالت رسالة، إيه الرسالة اللي تخلي حضرتك
يسكن قلبك الدعاء. قولي دائما إنا لله وإنا إليه راجعون. قولي دائما اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منه. لو حضرتك استمرت على الدعاء ده إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها، سينزل الله سبحانه وتعالى على قلبك السكينة والطمأنينة. ثم إنه كلنا هنموت، مش هي لوحدها اللي ماتت، بس كل واحد ليه أجل محتوم محدد سلفا أزلا، محدش بيختار يومه ولا حد بيعرف يتزحزح عن وقته دقيقة واحدة. فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. طيب أنت بقى مهمتك إيه إذ مد الله في عمرك بعد انتقالها؟ إنك تزود لها أعمالها الصالحة. يعني حضرتك بتقول أنا بتصدق، تمام جميل، بقرأ قرآن وبهب لها ثوابه جميل، ادعي لها ليل نهار بأن ربنا سبحانه وتعالى يرفع درجاتها في الجنة أكثر وأكثر، ما تحزنيش عليها، امتحانها في الحياة انتهى بدري، دخلت الجنة من أوسع الأبواب، فهذه لا يحزن عليها. لكن دائما قولي إنا لله وإنا إليه راجعون، دائما قولي اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منه، ستجد العوض من الله سبحانه وتعالى، سيخلفك الله سبحانه وتعالى عن هذه البنت بنتين وثلاثة من أحفادك إن شاء الله. لكن عليك بهذا الدعاء واستمري عليه ولا تملي من تكراره، فهو سبيل تثبيت قلبك إن شاء الله. سؤالها الثاني بتقول هي عايشة هنا في القاهرة، لما بتنزل البلد يعني بتقضي تقريبا معظم الوقت عند القبر، هل في نهي عندها حركة تنصحها بإيه؟ طبعا أنا أنصح إنك ما تعمليش كده، يعني ممكن لما تروح البلد تزوريها، تقعدي معها نص ساعة، تقعدي معها ساعة، ومرة واحدة في كل زيارة. ليه؟ لأنه تكرار الزيارة بيجدد الحزن، ولأنه هذه الزيارة ستسبب لك الألم وستشعرك بالمصيبة وتتجدد المصيبة. الشرع أمرنا أن احنا نخرج عن حالة الحزن، فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة أن تحد على ميت، تلبس لبس الحداد، يعني على إنسان توفي أكثر من 3 أيام إلا على زوج 4 أشهر و10. يعني حضرتك لازم تنهي حالة الحداد اللي انت فيها، ما تروحيش تزوريها كل يوم، ده هيتعبك نفسيا وهيحول حياتك إلى حالة حزن، وهتخش في اكتئاب، وممكن تكون انت بالفعل دلوقتي دخلت في الاكتئاب. لا، ساعدي نفسك انك تخرجي، لسه الحياة قدامك ولسه عندك رسالة هتأديها، روحي زوريها مرة في كل زيارة للبلد. في حديث ورد عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان فيه ضعف، يقول فيه صلى الله عليه وسلم لعن الله زوارات القبور. وكلمة زوارات دي يعني كثيرة الزيارة. فالعلماء قالوا أن الحديث ده ما بينهاش عن الزيارة، لكن بينهى عن كثرة الزيارة والمبالغة في الزيارة، لأن الكثرة الزيارة والمبالغة فيها بتدعو إلى حالة الحزن وتدعو إلى حالة الاكتئاب، والمسلم ينبغي أن يحرص على أن يخرج عن هذه الحالة. إحنا مش ناقصين حزن، إحنا مش عايزين حزن، إحنا عايزين نعيش الحياة بحب وبطمع في رحمة الله وبرضا بقضاء الله، نقول له يا رب إحنا راضيين بقضائك فرض عنا وأكمل لنا حياتنا على الخير. ما نرجعش الورا ونقول له إحنا معترضين أو زعلانين أو هنظل منغلقين ومغموسين في الحزن والكرب، هذا لا يليق بسلوك المسلم أبدا مهما كان اللي ماتله. كلنا ماتت لنا أبائنا وأمهاتنا، وكلنا تعرضنا لهذه المحن والإحن، لكن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان القدوة لنا، كل أولاده باستثناء السيدة فاطمة ماتوا في حياته، لكنه صلى الله عليه وآله وسلم صبر ليعلمنا النموذج الأمثل. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يحدثنا ويقول إذا قبض الله صفي العبد نادى في ملائكته، ماذا قال عبدي حينما قبضت صفية؟ قالوا يا ربنا حمدك واسترجع، فقال رب العزة ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وأسموه بيت الحمد. فحضرتك دلوقتي حاجزة بيت في الجنة اسمه بيت الحمد، لأنك حمدت الله سبحانه وتعالى على وفاة بنتك وكرمتك، ربنا سبحانه وتعالى يعوض عليك ويخلفك فيها خيرا ويثبت قلبك على اليقين والإيمان. اللهم أمين يا رب العالمين. هل عفوها عمن تسبب في وفاة البنت في هذا الحادث يعتبر تقصير في حق البنت؟ هل ممكن تسألها يوم القيامة أنت ليه عفوتي عنه؟ هو أولا أخذت العوض في مثل هذه الحوادث مشروع. ثانيا العفو ليس فيه نوع من أنواع إهدار الحق. لكن في كثير من الحالات هذا العوض الذي يأخذه الورثة هو حق للورثة، هو ليس حق للأم وحدها، هو حق للأب، حق للأم،
طبعا بنتنا صغيرة ما عندهاش لا زوج ولا أولاد، فمش هيكون فيها وارث إلا أمها وأبوها، فيجوز إن احنا نطالب بهذا الحق، ليس علينا حرمة في ذلك. لو عفونا وصفحنا نساب على العفو والصفح، هي لن تعاتبنا على العفو والصفح لأنه ده حقنا احنا مش حقها هي. لو قبلنا هذا المال فهو مال حلال وهو ميراث شرعي يوزع على الورثة الشرعيين، وربنا سبحانه وتعالى يوفق حضرتك للقرار الصائب الصحيح إن شاء الله. وممكن نقبل هذا ونعمل لها بيه صدقة جارية، فيبقى احنا كده بنزود في ثوابها وفي أعمالها الصالحات. جميل. أستاذ سعيد بيسأل عن حكم النوم عن صلاة الفجر، بيقول لو ما أخدتش بالأسباب يعني مش بهيئ نفسي لمسألة الصحيان كده أنا معفو عني؟ هو مسألة الصحيان لصلاة الفجر في فرق بين واحد نام وانتظر يصحى لوحده، وفي واحد أعد العدة. ده الناس بتستعد للفجر ده من قبلها بساعة، يعني مثلا الفجر دلوقتي بيأذن 4:35 مثلا، فالناس بتزبط المنبه على 4:10 بحيث ان هو يصحى قبل الفجر مثلا ايه بنص ساعة، ساعة الا ربع، يقوم يتوضى ويصلي ركعتين ويدعي ربنا في وقت السحر. هل ده ثوابه زي اللي نام وقال لو صحيت صحيت، ما صحيتش ما صحيتش؟ احنا بنتكلم عن المؤاخذة مش بنتكلم عن الثواب. يعني من أعد وجهز نفسه ونام بدري وظبط المنبه عشان يصحى، ده ثوابه أكبر بكثير من من نام ولم يعد. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يعدي على سيدنا علي بن أبي طالب ويخبط عليه ليه قبل الفجر بساعة كده، فسيدنا علي طبعا نايم تعبان، فيقول له لو أراد الله أن يوقظنا لأيقظنا. فيقوم سيدنا النبي يقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، ويضرب صلى الله عليه وسلم على فخذه. الآية معناها إيه والموقف معناها إيه؟ إنه صحيح سيدنا الإمام علي مستغرق في النوم فمش قادر يعني يقوم، فلما سيدنا النبي خبط عليه عشان يقوم هو حريص على إنه ياخد ثواب، لكن سيدنا النبي ما قالوش قوم وشخط فيه مثلا ولا زعق له، هو بس إيه سيدنا النبي تعجب من كلمة سيدنا الإمام علي لما قال له لو شاء الله أن يوقظنا لا أيقظنا. ما انت ما تجادلش في الحكاية دي، ما انت لو عايز تقوم هتقوم. فالمقصود هنا انه في فرق بين من اعد ده ياخد ثواب كبير. طب واحد ما اعدش، ايوه، هل يأثم؟ هل يأثم؟ لا، الإجابة انه ما يأثمش بس فقد الثواب. هي الفكرة بقى في فقد الثواب وليس في الإثم. هل ده ما يدخلش في تكاسل يا دكتور محمد؟ مثلا انا عارف ان في صلاة فجر في الوقت المحدد ده وليها وقت من كذا لكذا، فانا نمت ومش في بالي ومش أنا مركز، انا وانا نايم انا مش قاطع ان انا مش هصحى. انا ممكن ما اقدرش انام اصلا، ده في يعني ناس عندها ارق، امر موقوف على نيتي موقوف. انا لو انا نايم وقاصد اني بقول مش عايز اصحى لصلاه الفجر، هنا دي هنا بقى فيها اثم لان انا قاصد ان انا ما اصحاش. لكن انا نايم وبقول انا بصحى كل يوم او هصحى ان شاء الله، لكن راحت عليا نومه ما عليهاش ذنب ولا حاجه لانه رفع القلم عن النائم حتى يستيقظ، بخلاف اللي مجتهد، بخلاف اللي عايز ياخد ثواب اعلى واعلى واعلى. وهكذا. فده المقصود من الكلام، أرجو الأستاذ سعيد يكون خد باله من الفكرة يعني. بيسأل عن حكم السلام على المرأة الأجنبية. هو الحديث اللي ذكره الأستاذ سعيد، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأن أضرب بمخيط في رأسي فتدمى به رأسي خير لي من أن أمس امرأة لا تحل لي. فجمهور العلماء على أن السلام على المرأة الأجنبية لا يجوز. لكن وجدنا قول عند السادة الملكية بيقولوا ان دي خصوصيه لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، واستدلوا عليها بفعل سيدنا عمر بن الخطاب. سيدنا عمر بن الخطاب لما جه بايع النساء، سيدنا النبي لما جه بايع وضع يده في الماء وبعدين النساء وضعنا يديهن في الماء، يعني كانه حصل سلام بان سيدنا النبي يضع ايده في الماء وهم يضعوا ايديهم في الماء. لكن سيدنا عمر لما جه بايع النساء سلم عليه وقال هذه خصوصيه لرسول الله. الساده الملكيه استشهدوا بالحديث ده وقالوا إذن الفكرة هنا في انتفاء الشهوة، فلو ما فيش شهوة يجوز التسليم. فإحنا بنقول إيه بقى؟ بنقول إن الخروج من الخلاف مستحب. يعني لو أنا عرفت ما سلمش يبقى أحسن. وبنقول إنه من ابتلي بشيء من المختلف فيه فليقلد من أجاز. يعني أنا دخلت مكان ووجدت الناس اللي فيه متعودة تسلم، ولو أنا ما سلمتش هبقى سلوكي مستبشع مستنكر غير لائق، ربما حتى يسبب رسالة سلبية عن الدين في نفوس الناس ديت، بالذات الغرب، بالذات الناس اللي مش فاهم أحكام الإسلام. فيبقى أنا هنا أقلد من أجاز، أسلم بدون شهوة على قول الملكية وأقلد من أجاز. يبقى القاعدة الأولى الخروج من الخلاف مستحب، ما سلمش. القاعدة الثانية لو أني ابتليت بهذا ومش عارف أخرج يبقى أقلد من أجاز.
وهكذا أسير بين هذين القولين. ربنا يبارك في حضرتك يا رب. سحر كانت بتسأل بتقول أنا مش فاكرة آخر زكاة مال طلعتها إمتى، وحكت يعني ظروفها كده أنها كان معاها مال عملت بيه شهادة واشترت كمان عقار وبتنفق على العقار أو بتدفع أقساطه من الشهادة، ويدوب يعني الفلوس اللي بتيجي من الشهادة بتغطي الأقساط مع نفقاتها هي. نعم. فبتسأل حضرتك تتصرف إزاي؟ والحقيقة طبعا إحنا بنشكر أستاذة سحر على سؤالها الجميل وعلى حرصها على أنها تؤدي الزكاة، بس هذا السؤال لا يصلح الإجابة عنه في البرامج التلفزيونية. نعم. محتاجين أستاذة سحر تيجي تنورنا في دار الإفتاء ومعها التواريخ. نعم. يعني إمتى باعت وإمتى اشترت عملت الشهادة وإمتى عملت الشهادة، وبناء على هذه المعطيات كلها بتتكون الفتوى. نعم. فلو الأستاذة سحر تتكرم وتنورنا في دار الإفتاء ونقعد كده بالورقة والقلم ونحسب، هنقول لها عليها إيه في السنة الأولى، عليها إيه في السنة الثانية، ما عليهاش إيه في الوقت الفلاني وهكذا. وفي عندنا في دار الإفتاء يعني مسائل الزكاة دي منتشرة جدا. نعم. وفيها أقوال فقهية معتبرة ومعتمدات، فإن شاء الله مشكلتها محلولة بإذن الله لما تنورنا في دار الإفتاء إن شاء الله. ربنا يبارك هذه الجهود. كوثر بتقول لو زعلانة من حد هو من رحمي وأنا بكلمه بس من وراء قلبي، هل ده يبقى نفاق؟ هو في دي يعني مشكلة بتتكرر في أسئلة كتيرة، إن الناس بتعتقد إن أنا ينبغي إن أنا أقول اللي في قلبي مهما كان. بالعكس، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أمر بحسن الكلام، قال سبحانه وتعالى وقولوا للناس حسنا وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن. هو أنا دلوقتي مثلا لقدر الله زعلان من أستاذ مهند، لو قابلته بوجه بشوش يبقى أنا عملت حاجة غلط، يبقى كده بنافق؟ أبدا ولا بنافق ولا حاجة. نا. أنا كده بعمله بالحسنة. نا. سيدنا النبي يقول تبسمك في وجه أخيك صدقة، حتى لو أنت زعلان منه على فكرة. نا. يعني أنا ممكن أكون زعلان من حد قريبي بس عمري ما هجهر له بزعلي ولا هعترض عليه ولا هجره، لأنه هجره ده قطع للرحم. طيب انا لما اكلمه كويس ولما بدله شعور كويس ولما ابعت له رساله ابقى بنافق؟ لا، النفاق ليس هذا، ده حسن خلق، ده ادب، ده احترام، دي قيمه من قيم الاسلام ان انا احترم كل الناس حتى لو في سوء تفاهم بيني وبينهم. لا يدفعني هذا الى ان انا اواجهه كده واقول له انا بكرهك على فكره عشان انت عملت هذا وهذا وهذا. ينبغي ان انا اكون حتى لو هعاتبه اعاتبه بحكمه، وعدم عتابي لي اولى، وإكرامي له وتبجيلي لأنه من ذوي رحمي واتصالي به وتهنئته بالأعياد وإكرامه وكذا، كل هذا ليس فيه نفاق بل فيه طلب لمرضات الله سبحانه وتعالى. نعم. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل وقال إن لي أقارب أصلهم ويقطعونني وأحسن إليهم ويسيئون إلي، اعتقد أن سيدنا النبي هيقول له خلاص أطيعهم. نعم. فسيدنا النبي قال له دم على ما أنت عليه، حتى لو هم ما بيحسنوش إليك، حتى لو هم بيقطعوك، دم على ما أنت عليه وعليك ظهير من الله عليهم يوم القيامة. فالمعنى ده مش نفاق ولا حاجة، استمري على ما أنت فيه يا أستاذة كوثر. جميل جدا. معنا حنان. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت أنا عايز صلاة الجمعة، هل أفضل ولا أصلي الظهر في البيت؟ حاضر، ليكي سؤال تاني؟ السؤال التاني بقى، بصلي بعد العشاء 3 ركعات مع بعضهم وبصلي بعد التهجد 3 ركعات مع بعضهم، هل ده صح؟ بعد العشاء 3 ركعات متتاليات ورا بعض مع بعضهم، وبعد التهجد برضه، بعد التهجد نفس برضه 3 ركعات. حاضر، ليكي سؤال تاني؟ شكرا، بنشكرك، شكرا جزيلا، شرفتينا. طيب نرجع لسؤال كوثر يا دكتور محمد. كانت بتقول ان هي أرملة وليها معاش، المعاش ده خاص بيها هي وبنتها، وبتقول ينفع اساعد منه والدي والدتي؟ مفيش مانع من هذا لو المساعدة مش هتجور على حق بنتك. نعم. يعني المعاش ده بيبقى مقسم قسمين، لو هو زي ما بتقول تكافل وكرامة بيبقى فيه جزء للزوجة وجزء أو للأم وجزء للبنت. نعم. فلو حضرتك هتساعدي من جزءك انت الخاص بيكي مفيش مانع من ذلك. نعم. وطبعا احنا فهمنا من سؤالها ان هي مقيمة مع والدها ووالدتها، فكأنهم بيأكلوا مع بعض، فدي مسألة عند الفقهاء اسمها طعام السفرة. يعني احنا قعدنا واتجمعنا وجبنا غديوة، انا جبت كذا وحضرتك جبت كذا وحضرتك جبت كذا، احنا 5 ولا 7، فواحد كل اكتر مما جاب ما عليهاش مشكلة دي خالص. نعم. واحد جال اقل مما جاب ما عليهاش مشكلة، لا احنا اتفقنا على ان احنا كلنا هناكل من الاكل ده، تسامحنا فيما لو زاد او قل. فالمسألة دي تحل مشكلة الاستاذة كوثر حل جذري يعني.
جميل. بتقول يعني ان والدها بيختص بنتها كده بعطايا يعني معينه على مراعاه لحالها، هل ده فيه اثم عليه؟ ابدا ليس فيه اثم بل فيه ثواب. يعني الوقت هو بيساعد حفيدته اللي هي يتيمه وما عندهاش عائل وكذا، ربما احفاده الاخرين حالهم مش زيها، فلا مانع من ذلك، وده اسمه التصرف حال الحياه. يجوز للانسان ان يتصرف في مالي حال حياتي من غير غضاضه عليه، ولا مانع شرعي في ذلك. الحاجة حنان بتقول أصلي الجمعة أفضل في المسجد ولا أصلي الظهر في البيت؟ حسب صحتها وحسب مشغولياتها. يعني صلاة الجمعة لا تجب على المرأة، يجب عليها الظهر، لكن لو أنها وجدت أنها لما تنزل المسجد هتسمع حديث، هتسمع آية، هتستفيد، هتتعلم حكم، فتثاب على ذلك ويجوز لها ذلك، خصوصا لما ما يكونش عندها التزامات في بيتها، ولا عندها هتعمل أكل ولا شرب ولا كذا، ولا هتروق بيتها وكذا، فهتنزل عندها وقت فاضية فهتشغله بالعبادة وتشغله بالعلم، يجوز هذا، لكن هذا ليس واجب عليها وإن أثيبت عليه في فعله. لا، عندها مشغوليات، تعبانة مش قادرة تنزل، فصلاة الظهر في البيت تكفيها. جميل. سؤالها الثاني بتقول بصلي بعد العشاء 3 ركعات وبعد التهجد 3 ركعات. احنا كده عملنا وترين في الليلة الواحدة. نعم. فهيبقى عندنا مجموع الصلاة شفع. فاحنا نقول لها ما تصليش ال3 ركعات دول بعد العشاء وصليهم بعد التهجد. نعم. بس. جميل جدا. وصية أخيرة من حضرتك لينا في مسألة التعامل مع الأولاد وحثهم على الطاعات المختلفة. هو أهم وصية يمكن أن توجه إلى الآباء والأمهات فيما يتعلق برعاية الأولاد وصيتين. الرفق في التعامل. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا عائشة إن الرفق ما كان في شيء إلا زان وما نزع من شيء إلا شان. والوصية الثانية هي التغافل. الله. التغافل العلماء بيقولوا في التغافل 9 أعشار التربية. الله. يعني إيه التغافل؟ يعني أنا قلت لابني صلي فما صليش، تقفش على الواحدة. أعمل نفسي مش واخد بالي منه. أعديها له، عشان لما عديها له هيحبني اكتر، ما انا مش كل شويه عمال انتقده، مش كل شويه عمال انتقده. فيقولوا في التغافل 9 أعشار التربيه. الله. يعني التربيه هي 9% منها او 90% منها في التغافل. نعم. و10% بس في التوجيه. فاحنا لو وزننا ال- 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 الموضوع هذا هكذا تنصلح الامور. الرفق والتغافل. ليس الرفق والتغافل، ليس الغبي أو ليس إنما الغبي من يتجاهل، يعني اللي بيتغافل ده ذكي. نعم. اللي بيتغافل ذكي لأنه بيستطيع أن يضع الأمر في نصابه. نعم. مش لازم يبقى التوجيه للنهار، مش لازم أحسسه أن أنا بضغطه، لكن أحسسه أن أنا بحببه. الرفق والتغافل. ربنا يصلح أحوالنا جميعا ويصلح لنا أحوال أولادنا ويجعلهم كده أفضل مما نتمنى. نشكرك يا دكتور محمد، شرفتنا ونورتنا وأمتعتنا وعلمتنا كالعادة. الله يرضى عنك يا دكتور محمد وحضراتكم المشاهدين. وأشكر حضراتكم مشاهدينا، نشوفكم إن شاء الله على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.